احتلت سوريا المركز 177 في حرية الصحافة لعام 2015 بحسب التصنيف السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود. وبحسب تصنيف المنظمة والذي شمل 180 بلدا، فإن 26 صحفيا لازالوا مختطفين من قبل جهات لم يسمها في مناطق متفرقة من سوريا. وقد صنفت سوريا مباشرة بعد الصين وقبل تركمانستان وكوريا الشمالية وأريتريا، في حين احتلت العديد من الدول العربية المراتب الأخيرة في حرية الصحافة بحسب منظمة مراسلون بلا حدود، والتي لفتت إلى أن ممارسة الصحافة في هذه الدول يعتبر فعلا شجاعا حسب تعبيرها. ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف سمية حداد، عضو الشبكة السورية لحقوق الإنسان. بداية نرحب بك سيدة سمية. أهلا بكم سيدة سمية. كيف ترون تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لسوريا واحتلالها المركز 177 في حرية الصحافة؟ في الحقيقة التصنيف لم يفاجئنا بهذا الوضع ومتابعتنا الحثيثة لوضع الإعلاميين داخل سوريا وتوصيفهم الانتهاكات التي يتم ارتكابها بحقهم. فالتصنيف يعد غير ظالم، فانتهاكات تعرض لها الصحفيون والإعلاميون عموما خلال العام المنصرم كانت كبيرة وضخمة. نعم، يعني سيدة سمية، أنتم في الشبكة السورية تصدرون بشكل دوري تقارير عن انتهاكات بحق الصحفيين في سوريا. من هي الجهات التي ترتكب هذه الانتهاكات، ومن هي الجهة الأكثر ارتكابا لها؟ جميع الجهات للأسف مارست كل الانتهاكات بحق الإعلاميين، في قوات النظام، حتى القوات الروسية، تنظيم داعش، جبهة النصرة، حتى فصائل المعارضة المسلحة وقوات الإدارة الذاتية الكردية، جميعهم مارسوا كل أنواع الانتهاكات من قتل واعتقال وخطف وإصابات بحق الإعلاميين. طبعا الأبرز دائما هو النظام السوري الذي له السبق في هذا الموضوع على جميع الأصعدة، جميع الانتهاكات. عام 2015 وثقنا 57 إعلامي على القوات الحكومية، 9 منهم بسبب التعذيب. نعم. واعتقالهم ب6 وإصابتهم ب62. طبعا تنظيم داعش كان. نعم، يعني حدثتينا عن الأرقام التي وثقتموها بالنسبة لقوات النظام، يعني لو تحدثينا بالأرقام عن الانتهاكات الأخرى التي وثقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان بحق الصحفيين في سوريا خلال عام 2015. عام 2015 كان تقريبا وثقنا 94 مقتل، 94 إعلامي خلال ذلك العام على يد جميع الأطراف، بالإضافة إلى 33 حالة اعتقال وخطف وإصابة 91 ناشط إعلامي خلال عام 2015. يعني الرقم التي ذكرتيه 94 على يد من؟ يد جميع الأطراف. تفاصيل خص تفاصيل كانت الأبرز هي القوات النظام، 57 قتل 57 إعلامي خلال عام 2015، تنظيم داعش قتل 16 ناشط إعلامي خلال عام 2015، أيضا القوات الروسية قتلت إعلاميين خلال عام 2015، فصائل المعارضة المسلحة قتلت 8 إعلاميين، هناك جهات لم تتمكن تحديدها قامت بقتل 10 إعلاميين خلال ذلك العام. نعم، شكرا. وفيما يخص الاعتقالات نعم تفضلي سيدة سمية. الروسية. نعم، تابعي سيدة سمية. فيما يخص الاعتقال والخطف، فيما يخص عمليات الاعتقال والخطف كان أبرز خلال عام 2015 من قوات الإدارة الذاتية الكردية، وثقنا 11 حالة اعتقال قامت بها تلك القوات خلال ذلك العام. نعم، شكرا لك سيدة سمية حداد، عضو الشبكة السورية لحقوق الإنسان.